بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس انتنا تفسير الرافع لتاج الرو درس دقدم فالة سورة بقرة آيات إبا في أفرت ميلما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. رب كنك جل. سيقول السفهاء من الناس، سيقول الجحال خفاف العقول من اليهود ومن على شاكلتهم من المنافقين. واليهودات في والقلب نساني ضعيفا سفهاء اجت والقلب نساني ضعيفات ور يهودا ارا ور اسام فكات ور منافقا ارا اكن جدن ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سلا ور اسلاما كان ما تغرغلت قبلة دوران الرجل سنرا ما صرف المسلمين عن قبلة بيت المقدس التي كانت قبلتهم من قبل بيت المقدس تدرى اتغرى غلنسن اتسلاتن سن الرامات اسان غرى غلججد اور يقلين اساني ضعيفا قل جدي يا محمد عليه الصلاه والسلام مجيبا اياهم ما يتر لله المشرق والمغرب لله وحده ملك المشرق والمغرب وغيرهما من الجهات قرمتو كما ربيت يوجه من شاء من عباده الى اي جهه شاء ربين قبروته وفي قرفه قلقلج قرمرتو تربيت وهو سبحانه يهدي من يشاء من عباده الى طريق مستقيم يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ابا في فيدك خلاق جلما خلاج لنك سنجر كرا حق الرحيم ما نسنت قجل ربين اياني إبا في أفرتمي سده وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكذلك جعلناكم وكما جعلنا لكم قبلة وكذلك جتمالي أكما قبلة إسني غوني كان قبلة إسني غوني ارتضيناها لكم قبلة سن إسني جالن جعلناكم أمة وسطا أمة أقرتني فيلما أمة مرا أولي سنغو نجر أمة خيارا عدولا وسطا بين الأمم كلها في العقائد والعبادات والمعاملات وأما ركيسة أمة جد غلا سنغو نجر أكما قبلا سنغو نكنا جعلناكم أمة وسطا أمة جد غلا أمة في لما سنغو نجر مالف لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا يوم القيامة شهداء لرسول الله أنهم بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه لأممهم أكيس ور رقاتا تنبويا قياما أنبيوت ربيت رقاباتا إسان قيسا جتش رقاباتا إسافو لني رقابين قرآن الرا نبي الله نو قيس أمة إساتي أكم ربي نوهم يجاني أمني محمد كوني رقابين لتكونوا شهداء على الناس يتشون كان أمس ويكون الرسول عليكم شهيدا الرسول الله سنقب الترقى كيساني ليكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كذلك شهيدا عليكم أنه بلغكم ما أرسل به إليكم إن الله وان سن الترقمين كان جيسا جتشو رقائي سن الرتبية
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم يتبع الرسول وما جعلنا واهنقون قبلة الرجل تتسدي بابن كان وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها قبلة تتدي بتكرك أباكنا ويا تابيت المقدس يتنجج وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت عليها قبلة دنان الرجل تسن تبيت المقدس يسن إسر سيقوني أما يسيدي بسو مالين مالي فكنا قوني يا ربين إلا لنعلم من يتبع الرسول الدم باسف زاهدة الباسف إلا لنعلم علم ظهور يترتب عليها الجزاء واني قبلة بيت المقدس يسن اللي قوني فيو درا مالين إيه قسي تنسيدي بمنيف جزاء والرسول نسولا هردو فلان ليساني جزاء ديبو في فيسان بابني نما والربين كراغو لجالة فكان الدام باسوف مما ينقلب على عقبي ومن يرتد على دين عن دينه والذين أوفير راقرقل كان في كان الدام باسوف ويتبع حوا فلا يزعن لما شرعه الله تبارك وتعالى والروا الربين كراغو لينجن إسا في كان الدام باسوف بيت المقدس نلك إبلا دراغون إيه قسي تنتسي دي بمنجي الربين وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت لكبيرة جد شمال ولقد كانت حادثة التحويل أن القبلة الأولى عظيمة إلا على الذين وفقهم الله للإيمان به إبلا أقرتني قرقل شنكني وان قدوت هجرة لقد كان وإن كانت جمال وقد كانت لقد كانت لكبيرة هدو الفاتوتات إلا على الذين هدى الله ولا ربك جيل شمالي نما كانت الفات قال يا كانت أقرتني بيت المقدس قرق لني أما ما كانت دي بأنجال أمس وما كان الله ليضيع إيمانكم رب صلاة كيسن إيمان كيسن إذن الرام بلس للقات يسن إذن الرام بلس سن الرامال إني ومنه صلاتكم التي صليتمها قبل تحويل القبلة صلاة أصو قبلة كعبة ديبين صلاة سن اللي ربي سن الرام بلس ورك راسا ندو اللي ربي نرام بلس إن الله بالناس لرؤوف الرحيم رب إلمنا ما كناف كيس رحمة قول رحمة إساني قول وانسان الرجبات الرنكاو ولا يضيء ثواب أعمالهم من دا دلقا إساني اللي ربي نرام بلس جل آيان لبا في أفرتمي أفري قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه لحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون قد نرى تقلب وجهك قد رعينا أيها النبي تحول وجهك ونظرك إلى جهة السماء نأقرج الرسوك إبلا تنندي بسنين دولت تقلب وجهك أكاتفو لك أن كيقر سماعتي والقرق الشتي ترقبا وتحريا لنزول الوحي بشأن القبلة وتحويلها إلى حيث تحب قرجالت تكنت وكعبان أقرتني كعبت دي بأنكني وهي وانا تبوا جتيقر سماء ولا تسيق الرجل جاء الربين قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فلنوجهنك إلى قبلة ترضاها قبلة أقرتني جالت سنت أجسي دابي نجاء الربين سنك قبلة الربين دابي سمين تكعبا تبيت الحرام تنا فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فولك كيغلقلش فاصرف وجهك إلى جهة بيت الله الحرام بمكة المكرمة غرك أبا بيتي أقرتني مكة أنجرتو تنتفولك كيديبس وحيثما كنتم وإنما كنتم أيها المؤمنون بك جراتني اللي جراتني يا ور مؤمناته فولوا وجوهكم الشطرة فتوجهوا إلى جهة عند أضاء الصلاة إرو صلاة تنفولك يسن كعبة ديبسة
وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وأن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ور كتاب دراني كنمن ور يهودا في نصارى إرى ليعلمون هم بيك نسان أن تحويل القبلة هو الحق المنزل قبلة كعبة ديبون كني حق ربهم برابو يتون بيكا من خالقهم ومدبر أمرهم لثبوته في كتابهم وان كتاب إساني كيس دران جروف نبيين أكنا كقبلة نساء غرق عبات تغرق غلطل فجد شوان جروف هم بيكا يكين من بيكا اند دمالي وما الله بغافل عما يعملون وليس الله بغافل عما يعمل هؤلاء المريدون عن الحق ربي ولا لامت وأورد دقرق لكنا قرتني ودوك بني بيك بل هو سبحانه وتعالى عالم بذلك ربي انسن بيك ويجازي وسيجازيهم عليه جزاء ساني ديبيا آياني ربا في أفرتميشني ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبيعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب والله لئن جئت أيها النبي أربي الرسول وفيتك كتما الجلين وسو إساني الدفتة يا نبي كيهو الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ور كتابك إن من كان ور يهودا نصارى كانت وسو دفتة مصحوبا بكل آيات بكل آية وبرهان وسو آيات ما فيت إساني الدفتة بكل آية ما تبيه قبلتك آيات ما فيت سوى تتفيد قبلة كان كي كان جلن ديما نسان انفلتا قبل آيات ما فيدي واتتفد وما ولين تيت الذين أوتوا الكتاب كل آية ما تبيعوا قبلتك قبلة كان كي جلن ديما وما أنت متابع قبلتهم أتلواك قبلة إساني جل ديمتومت وما أنت بمتوجه إلى قبلتهم بعد أن صرفك الله عنها إيه ربي يسير راسي ديبس يسلك إسان جلد يمتمت أما سكمسا سنقفامت وما بعضهم بتابع قبلة بعض أما اللي إسان اللي قبلة وان اتقرق لني سلاة كان كن كان جلن ديب مرتو أدو مدان وما بعضهم بمتوجه إلى قبلة بعضهم لأن كل منهم يكفر الفريق الآخر كون كان كفر سيسا إسان اللي كوفي والجلد ديماني مت وما بعضهم بتابعين قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم يوفر إساني كان جلد ديمت ولئن اتبعت أهواء هؤلاء في شأن القبلة وغيرها من الشرائع والأحكام من بعد ما جاءك من العلم الصحيح الذي لا مرية فيه يوهيق علمين سيد فكان فري إساني جلد ديمت تات قاف كان أتمال الراتة تجي الرب الرسول اقعل من سيرو في اقواحين ستبوي فريساني جل يودمت إنك إذا لمن الظالمين أتور نفسه في ميل الرأي لمن الظالمين بترك الهدى واتباع الهوى قجل مديس فريد كديم وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على شناعة متابعتهم وأن رب رسولنا كان جلوه مال إسان جل ديمون وان فكتو جتشون متهم أجرا فإن الله يوم أقرتني وصول رسول جل ديماني هنتين رسول وفي ربين انتيز مالتو كيزيرا فهو تحضير لأمته من بعده إيقا رسول أبوض أقرتني كرسول أنا كان جل ميومان لإزاني رادوكتو كيزيرا جل جل ديمنا فديساني جل وديمتني إيقا ربي علمي تنايسيني كن ورى نفسه وفي ميل الراتات انججو آياتنا مفردنا تنين ونرافرنا مالي أن الاعتراض على أحكام الله وشره والتغافل عن مقاصدها دليل على السفه وقلة العقل والرب مرتي قولي والرب انكرا قولي نمني صندر لابته قوم ما نفس إساتي ولا لإساتي أقل إساتي كي سنجر يجو أما اللي وأن آيات تقرانة نرافرنا مالي فضل هذه الأمة وشرفها أمني كل صدر قابل
حيث أثنى عليها الله تبارك وتعالى وصفها بالوسطية بين سائر الأمم أمتا قرتني مركزة إذن جد قليس في لما ربي إذن جد. أما اللي التحذير من متابعة أهل الكتاب في أهوائهم ور كتاب دراني كنما كان فري إذن جل ديمون انتيو كان الرى ربنا روك قاجر لأنهم أعرضوا عن الحق بعد معرفته إيقا بيكا حق ربي إذن الرى قرقل نيجرا. أما اللي أقرتني واني آية وضم قراني تنك يسافر النمال جواز نسق الأحكام الشرعية في الإسلام زمن نزول الوحي حتى نسق التوجه إلى بيت المقدس وسار إلى المسجد الحرام واني تقو أقرتني نسخمون جيرمون نجر شريعة إسلام كيست إيرو أقرتني وحيين بوسن قدر رسول ربي ربوسن واني دران جيرسن الراج جيرمون نجرا أقوم ربين أقرتنين صلاة دران بيت المقدس صلاة كعبت دي بآجل إساني ججير ججو درسين تين تارا تأما ديك دمال لأس التلابت والروان أقرتنين أقهت وجتو وان قرأت وجته ويا آخرا اتمل كايو ربنا هاتازيزو اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.